أخبار اليوم. And then here's this is something you could give to the vice president. So if you could help. And then I was in Germany in Max Planck Institute. Yes. In Munich? No, in Mainz. My brother studied Max Planck Institute in Munich. So in Mainz I worked with something called organic magnets. You know that's the magnets. It's normally from iron. Yeah. اللي عايز يخش المدينة يبقى الكشف بتاعه يعني نيجاتيف. يعني بعد كده يحق لنا في أي وقت إن إحنا ممكن ناخد عينة من الطلبة ونعمل لهم. يعني نخليها في نفس قرار معالي الوزير إن هو في كشف مبكر على الطلبة المتقدمين. الأولاني ده إعلان عادي للكل. يجوز للجامعة في أي وقت التأكد من الطلبة المقيمين داخل المدينة من خروجهم من المدينة. فده يراعي نفس ذات القرار. يعني هي ممكن تصاغ يا دكتور أحمد بالطريقة دي يعني. بس نشوف دايما بتطلع الشؤون القانونيه. ما هو ده راجع عليه الشؤون القانونيه. راجع وهم راجعوها وادونا اوكي عليها. هم الطرفين الشؤون القانونيه في الطرفين راجعوا عليها. نعم. في حاجه ثانيه يعني هو السنه اللي هتبقى كويري احنا عندنا على الجهاز الاوتوميتد اللي عندنا على المعمل هنعمل لها كونفرميشن. يعني اي عينه تطلع بالنسبه لنا كويري هنتنقل في العينه دي من المرحله بتاعه. ودي التزام عليا. ما هي كده كده احنا بنعملها. يعني احنا اوريدي عينه توكيديه فقط. التوكيديه. ودي يعني زي ما حضرتك قلت هو يعني اصل مش المفروض ان الاساس ان هم كلهم جايين مدمنين. يعني ممكن مثلا هيطلعوا سي القصه دي فيها سريه بالنسبه لل يعني ضمن الدكتور عشان كده الزمت نفسي وحاجه الجامعه عدم التصريح او الكشف عن اي معلومه. انا مش عايز ده جزء اصلا حتى الشغل في العمل القانون. العيان اللي بيجي لا العيان بيجي يعمل تحليل عندنا بالبطاقه الشخصيه ولازم هو بنفسه ياخد السلم النتيجه محدش تاني. يعني احنا دي نسخه لينا ونسخه لمين بالظبط؟ انا اتصل بحاجه نزاعات التي قد تنشا. لا يعني احنا ما تحكش حاكم اسيوط ولا القاهره ولا اسيوط. هي محاكم ايه اللي ممكن هو ما ده هي كلها معلش ثواني حتى لو كان كده يبقى تبقى ثواني انا دي واحده. وايه المحاكم ايه اللي هتبقى فيه محاكم فيه؟ نزاع ده ما فيش نزاع ولا حاجه. هو اي بروتوكول لازم لا 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 لا